صباح الخير لكل مشاهدينا بيوم جديد نلتقي فيه معكم لنبدأ برحلة صباحية جديدة. اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني، إن شاء الله بيكون هاليوم شاهد على أحداث حلوة بحياة كل واحد مننا. للصباح بالشام تفاصيل مميزة تكتسب خصوصيتها من ملامح الأرض يلي وثقت حجارتها وكل حبة رمل فيها الحكاية من حكايات التاريخ. اليوم بوقتنا الحاضر عم تشهد على أعظم فصل من حكاية المجد عم بيخطه ببطولات حماة الديار وبيوثق تضحياتهم. صباح الخير لكل يلي قرر أنه يرافقنا برحلتنا، وأكيد بدي صبح على زميلتي نور. صباح الخير نور. يسعد صباحك فرح، وأكيد يصبح على جميع مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا على هوا الإخبارية السورية. رحلتنا الصباحية بتتجدد موعدها يوميا ونترافق على امتداد مساحة زمنية منسلط الضوء فيها على أبرز الأنشطة الثقافية والاجتماعية والمنوعة من سوريا والعالم. موعدنا الصباحي دوما بنبتدي بتحيتنا الصباحية لأبطال المكان وأسياد الزمان، رجال الحق، رجال الجيش العربي السوري يلي عم يشكلوا كل يوم مصدر الأمل لكل سوري مؤمن بوطنه وبنصر سوريا على الإرهاب. صباحنا غير بلش، لكن كالعادة مشاهدينا بنبتدي بعد الفاصل. بكل يوم أخبار جديدة نبدأ فيها صباحنا ومنتعرف عليها ضمن جولة على أهم الأخبار المنوعة. البداية لليوم من العاصمة البريطانية لندن التي أطلقت روبوت جديد لمؤانسة كبار السن ومساعدتهم من خلال التكلم معهم وتذكيرهم بمواعيد تناول الأدوية والتخفيف من وطأة شعورهم بالوحدة. أكيد فرح، يعد المساعد الشخصي الذكي واحد من أكثر الريبوتات تطوراً بالعالم، فقد صمم بطريقة مميزة عن المشاعر من خلال نغمات كلام مختلفة ولغة الجسد. وما يميز هذا الروبوت العديد من الأنشطة مثل القراءة وممارسة ألعاب العقل والاتصال بالأسرة، وقد طور هذا الروبوت لمساعدة كبار السن وجعلهم غير معزولين اجتماعيا ولا يكونوا على اتصال دائم بالأسرة.
أكيد فرح رح نبقى بأجواء التكنولوجيا. وبننتقل لخبرنا التالي من بريطانيا، فقد استطاع مواطن من منطقة ويلز البريطانية تحويل طائرة ركاب صغيرة من نوع جيت ستار إلى فندق صغير يقصده السياح. وتظهر في الصور التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي كيف حولت هذه الطائرة التي تسع 11 راكبا إلى غرفتين تتسعان لأربعة سياح، وأضيف إليها بعض التعديلات كألعاب الفيديو لتصبح غرفة للتسلية، وتبلغ أجرة الليلة الواحدة فيها حوالي 100 جنيه استرليني. يعني نور، فكرة كتير حلوة أنه تكون هي في مجال للسياحة وبنفس الوقت أنه تختصر الوقت عبر الطائرة، يعني أنه فكرة جديدة وفكرة حلوة. فكرة جديدة وفكرة مختلفة، وكل يوم يمكن فرح بصباحنا غير في عنا دائما معلومات منوعة جديدة من حول العالم. هلأ خبرنا أكيد التالي. نور رح ننتقل لخبرنا من اليابان، حيث شكل علماء يابانيون ولأول مرة التاريخ من أمعاء الإنسان من خلال جذعية استغرقت شهر ونصف الشهر. أكيد فرح، فقد استخدم العلماء ثلاثة أنواع من البروتينات الخاصة التي شكلت أساسا لهذا العضو الهام في جسم الإنسان. حسب ما نقله مصدر في المركز الياباني لصحة الأطفال، أن التعامل مع الخلايا الجذعية الجنينية يساعد في مكافحة العديد من الأمراض كمرض الكرون الذي يتسبب في نشوء الالتهابات وندوب في الأمعاء. ننتقل كمان نور لخبرنا التالي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأشهر سيرك في العالم الذي يتوقف عن العمل بعد 146 عاما من العمل، يطوي هذا السيرك الأقدم خيمته وينهي عروضه نهائيا عقب نحو قرن ونصف من العمل. فرح، جاء قرار الإغلاق بعد تراجع مبيعات التذاكر وارتفاع التكاليف وتزايد انتقادات منظمات الرفق بالحيوان التي تعتقد أنها تضر بالحياة البرية. خلونا نتابع. معلومات كتير بتمرق معنا خلال اليوم، من هي المعلومات بنعرفها ومنها بنتعرف عليها أكثر ضمن فقرة هل تعلم. معلومات كتيرة بتمر بيومنا ومنحب نستذكرها، معلومات كتيرة نجهلها. هل تعلم أن المعدة لا يمكن أن تهضم نفسها رغم احتوائها على أحماض قادرة على إذابة بعض المعادن، كونها تمتلك بطانة مكونة من خلايا تسمى الخلايا الطلائية، وهذه البطانة تتجدد بالكامل كل 4 أيام حتى تصمد أمام أحماض المعدة؟ هل تعلم أن للون الأزرق تأثير إيجابي على الحالة النفسية للأشخاص، حيث شهدت بعض المدن انخفاضاً حاد في حالات الانتحار والجرائم بعد أن غيرت لون إنارة شوارعها للون الأزرق بدلاً من اللون الأصفر؟ هل تعلم أن الممثل الإنجليزي المعروف بشخصية مستر بين أنقذ عائلته بعد أن فقد قائد الطيارة الخاصة التي كانت تنقلهم إلى كينيا الوعي ليقوم بقيادة الطائرة لأول مرة في حياته؟ إذا كنت ممن يعانون من اصفرار الأسنان وتزعجك تلك المشكلة، هل تعلم أن عليك التوقف عن تناول الأقراص المحتوية على الحديد وسوائل معالجة السعال قبل النوم بشكل مباشر وتناولها عن طريق استخدام مصاصة؟
وأخيراً، هل تعلم أن العنب يساعد على إفراز هرمون السعادة في الجسم؟ فهو غني بفيتامين سي ومصدر جيد للبوتاسيوم، وخاصة العنب الأحمر، إذ يحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب. أما هلأ مشاهدينا، خلونا نترافق بجولة بين صفحات الأيام ونقلب فيها دفتر التاريخ لنشوف أهم الأحداث يلي شكلت حكاية اليوم 18 كانون الثاني. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1778 جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش. وفي عام 1896 عرض جهاز الأشعة السينية لأول مرة. وفي عام 1911 أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات، ما فتح الباب على مصراعيه لتشييد مثل هذه السفن. وفي مثل هذا اليوم من عام 1919 افتتاح أعمال مؤتمر باريس للسلام في فيرساي في فرنسا. وفي عام 1943 السوفييت يعلنون كسر حصار لينينغراد. وفي عام 1982 زلزال في بحر إيجا بقوة 7.0 على مقياس ريختر هز أنحاء اليونان وبلغاريا وجنوب شرق إيطاليا وجنوب شرق يوغوسلافيا. وفي مثل هذا اليوم من عام 2002 انتهاء الحرب الأهلية في سيراليون. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1892 أوليفر هاردي ممثل أمريكي، وقار ممثل مصري. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1936 ماكسيم غوركي أديب روسي. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. من أهم الكتاب الذين تركوا بصمة بعالم الأدب وعناوين أغنت مكتبة التراث العالمي، ماكسيم غوركي اللي غادر عالمنا بمثل اليوم من عام 1936 من تابع سوا أبرز محطات حياته. ماكسيم غوركي هو أليكسي ماكسيموفيتش بيشكوف، أديب وناشط سياسي ماركسي روسي، مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية التي تجسد النظرة الماركسية للأدب، حيث يرى أن الأدب مبني على النشاط الاقتصادي في نشأته ونموه وتطوره، وأنه يؤثر في المجتمع بقوته الخاصة، لذلك ينبغي توظيفه في خدمة المجتمع. في 28 من آذار من عام 1868 أبصر غوركي النور، وأصبح يتيم الأب والأم وهو في 9 من عمره، فتولت الجدة تربيته، وكان لها أسلوب سردي ممتاز مما صقل مواهبه القصصية. تأثر كثيرا لوفاة جدته، الأمر الذي دفعه إلى محاولة الانتحار. جال على قدميه أنحاء الإمبراطورية الروسية حينها لمدة 5 سنوات، غير خلالها عمله عدة مرات وجمع العديد من الانطباعات التي أثرت أدبه. تعني كلمة غوركي باللغة الروسية المر، وقد اختارها الكاتب لقبا مستعارا له من واقع المرارة التي كان يعاني منها الشعب الروسي، والتي شاهدها بعينه خلال المسيرة الطويلة التي قطعها بحثا عن القوت. وقد انعكس هذا الواقع الأليم بشكل واضح على كتاباته، وبشكل خاص في رائعته الأم. جمعته بلينين الذي التقاه في عام 1905 صداقة قوية. وفي عام 1935 توفي ابن ماكسي بوشكوف، ثم توفي غوركي في 18 من كانون الثاني من عام 1936 في موسكو. سميت مسقط رأسه مدينة نيجني نوفغراد باسمه بين عامي 1932 وعام 1990. من أبرز كتاباته رواية الأم، الطفولة، مسرحية الحديث، قصيدة أنشودة نذير العاصفة، بالإضافة إلى العديد من المسرحيات والقصص والمقالات.
بعشرين لوحة تشكيلية بمختلف القياسات والأحجام، تنوعت في مواضيعها ومدارسها وتقنياتها. التقى جيلين من الفنانين التشكيليين في معرض لقاء جيلين، حيث حملت الأعمال المعروضة في مضامينها العديد والجديد من الرؤى الخاصة بكل فنان، مخاطبة الحالات الإنسانية من الفرح والأمل وغيرها. أكيد فرح المعرض قدم المتعة بجمالية الأسلوب بما تضمنه طرح كل فنان مشارك في المعرض. للإضاءة أكثر على هذا المعرض معنا بالاستديو الفنان الشاب نوار اسمندر. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير لك نوار. وبالبداية خلينا نحكي يعني من اسم المعرض لقاء جيلين، خلينا نحكي عن الأجيال اللي تضمنته المعرض. لا كان انطلق الاسم من كان في جيل السبعينات وجيل الثمانينات اللي هن الشباب حاليا اللي هن تخرجوا قبل الحرب، وكان عندهم هاي الحالتين النفسيات، لانه قبل الحرب كيف نحن كنا رايحين على الشغل وعلى الحركه التشكيليه، زائد كيف انعكس يعني كمان تغيرت بزمن الازمه. وكان اللقاء مع فنانين كبار مثل الاستاذ مصطفى علي، لطفي الرمحين، ادوار شهدا، وفي المالفا عمر حمدي، كان في استاذ عبد الله مراد. كان هي الجيل السبعينات اللي هن اساتذتنا يعني كانوا ضمن بايام الدراسه، ونحن كشباب كمان مثل ما تفضلتوا كانت تنوعت المدارس الفنيه اللي كانت، كان في تجريد، كان في واقعي جديد، كان في داخل الإعلان ضمن اللوحات، كان كل حدا عم يعكس رؤيته ضمن هذا المعرض. طيب خلينا نحكي عن عدد المشاركين بين الكبار والشباب، وخلينا نحكي عن هي التشاركية مع أسماء كبيرة وفنانين شباب، يعني في رسالة يمكن من خلال هيدا المعرض عم تحاولوا توصلوها لكل الجمهور. تقريبا كان 14 فنان مشارك بين 7 من الجيل القديم و7 من الجيل الجديد. تنوعت اللوحات بين مثل ما قلنا تجريد وواقع وواقع جديد. التجربة كانت مهمة لأنه أغلب يعني حتى الفنانين الكبار هن كان لهم تجربة جديدة، يعني كان عم يعرضوا لوحات لأول مرة، كانت عم يعملوها هي ب 2016 أو 2017. كان نفس المبدأ، في كتير فنانين من الشباب اشتغلوا للمعرض، يعني اشتغلوا اللوحات الجديدة هي اللي تكون مشاركة ضمن المعرض حتى يكون في تناغم بصري بين الأسماء الموجودة. ويعني مثل ما شفتوا كان محقق هذا التناغم. نعم. نوار دائما بيقولوا انه الصغير بيستفيد اكثر من خبرة الكبير، وكيف اذا كان بعالم الفن يعني دائما في خبرة موجودة اكثر، قد ايه كان في تبادل اراء، تبادل معلومات بين جيل السبعينات وجيل الثمانينات؟ هلا كانت هي من اهم الخطوات، يعني كانت تفيدنا نحن كشباب بما انه نحن كنا يعني عم نعرض مع الاسماء الكبيرة. كان الهم انه انت تخلي هذا الشخص يجي يشوف لوحتك ليقدر ينقد لك اياها، يعني يكون يقول لك انه قديش لازم تطوري، وين لازم تروحي، كيف لازم تشتغلي. وكان يعني كان اغلب الاراء الموجوده كانت هي بناءه، كانت عم بيقدروا يقيموا يوجهونا كيف لازم لبعدين نشتغل اكثر. طبعا هو كثير مهم يكون في هذا الفرق، الخبره اللي ناخذها نحن من الفنانين الاكبر، من اللي هو مثل ما حكينا جيل كثير كبير، يعني بيناتنا 30 او 40 سنه يعني بين الجيلين. نوار عم نشوف مع بعض صور من المعرض، خلينا نحكي عن هدول الصور. لما نقول نحن في فنانين كبار مشاركين، كيف كان الاختلاف بين الشباب والكبار، خصوصا يمكن من مفرزات الازمه حتى الفن اختلف، يعني كنت انت عم تعبر او الفنانين عم يعبروا عن مشاعرهم واحاسيسهم اليوم في ظل الظروف اللي عم نعيشها، فكيف كان الاختلاف؟ هلا كل فنان من الفنانين بين بلوحته في منه راح اثرت فيه الحرب بقوه، حتى بنشوف انه في كولاجات هي عم تحكي من صور الازمه، يعني كيف اثرت على الطفوله، في شيء لا جرد بطريقه معينه، بس كان في اغلب اللوحات هي عم تحكي حاله، يعني حالات انسانيه، يعني عم تعكس رؤية الفنان. بالنسبة لي أنا كانت عكست الشيء، يعني رجعت الحضارة لورا، رجعت على زمن الفينيقيين،
رحت عكست الحالات الأول اللي كان بي بي بتميز فيها بهي الحضارة على زمان أوغريت. بقى كانت هي التجارب يعني كان كل حدا كل ما توقفي جنب لوحة بتحسي إنه في شيء مؤثر فيه لهذا الفنان. ومثل ما قلنا مثل ما حكينا بوجود الفنانين الكبار بيعطي إغناء يعني هن أوريدي هن عندهم معارضهم برا عندهم الحركة التشكيلية اللي عايشينها كمان زادت خبرة برا كيف عم يقدروا يشوفوا كمان الفنانين اللي هن مانن سوريين وقدروا يعكسوا هذا الشيء بأعمالهم اللي عرضوها ضمن المعرض لقاء جيلة. نوار إذا بدنا نحكي أكثر عن موضوع اللوحات أنت أشرت يمكن إشارة بسيطة أنه البعض قد إيه أثرت في هي الحرب اللي عم نعيشها والبعض الآخر يمكن بيقول كثير أنه الفن هو عكس للواقع وتجسيد للواقع البعض الآخر بيقول لا نحن لازم نطلع من هذا الواقع بكل السوداوية اللي فيه ونهرب لشيء أحلى أنت بتجربتك الشخصية كيف بتشوف الفن؟ هلا دائما انا في كل ما حدا يسالني على هذا على الفن بحد ذاته بقول له هو الفن مثل الحب نعم هو انك انت تشوف حالك باشياء ما انا لك يعني ما أنا بتشوف حالك بشغلات ما انا انت ودائما بيقول الفن مو لازم يكون جميل لازم يخلينا نشعر بالجمال نعم يعني يعكس شيء جواتنا يمكن اكثر هو يعني ما شرط انه يكون جميل دائما في مدارس في مدرسه اسمها مدرسه القبح صحيح بقى هدي يعني بتشوفي شيء جميل بس انت عم تشوفي مثلا مسخ او عم تشوفي شيء قبيح يعني بتشوفي انه ماني شايف شيء حلو بس هو بحسك انه جميل هون بحسك بقيمه الجميل يعني هون المفارقه اللي بنشغل عليها خلينا نحكي قديش مهم اقامه هيك معارض مثلا او نشاطات فنيه ثقافيه ترفيهيه كمان في ظل الظروف والحرب اللي نحن عم نعيشها يمكن فرح من بدايه الازمه لليوم النشاطات الثقافيه بسوريا ما توقفت يعني كانت تماما كانت مضاعفه تمام هلا يعني اهميتها لهي المعارض هي دائما بتجي وخصوصا تكون في تشاركيه بين جيل يعني خبره وشباب عشان عن جد نغني الذائقه البصريه الموجوده يعني لان احنا عم نعيش بتشوه بصري واضح يعني عم نقدر نشوفه من يعني صور الحرب والاشياء اللي عم نشوفها لازم نحن نشتغل على شيء انه عن جد يكون في عندنا ذائقه بصريه وقديش نعتني فيها ويكون في هذا التناغم بين يعني بين الشيء اللي عم نعيشه وانه عن جد نخلق جمال من هذا الشيء نعم نوار خلينا نرجع شوي للمعرض نحكي قد ايه استمر فتره التحضير لهذا المعرض كيف كان اقبال الناس وحتى كيف كان راي الفنانين الكبار بهي اللوحات يلي لسه شباب يمكن التجربه عندهم ما كانت بمستوى تجربتهم هن اكيد دائما بيكون في ملاحظات في تشجيع في انتقادات خبرنا اكثر هلا تم يعني القائمين على المعرض قاموا دعوة جيلين من الشباب جيلين من الكبار ومن الشباب استهدفوا جيل الثمانينات من الشباب وجيل السبعينات من الفنانين اللي بقيانين في سوريا او هن برا يعني في اشخاص يعني هن متوفين من سنتين من الكبار عرضوا لهم لوحاتهم كانوا من مقتنيات صالة العرض تم التحضير على المعرض خبرنا نحن قبل يعني انا شخصيا خبرت قبل 15 يوم عن المعرض وكان في عندي خيارين يا اما انا احط لوحه قديمه مشغوله يا اما انه اشتغل على لوحه جديده لا اخترت الخيار الثاني انه انا اشتغلت على لوحه جديده وتم عرضها بهذا المعرض وكان بالنسبه للحضور كان كثير مميز لانه انت عم تستهد في جمهورين جمهور هدول الكبار اللي جاي يشوف تجاربهم الجديده وجمهور الشباب كمان اللي يشوف انه شو عملوا ليقدروا يخلقوا هذا التناغم بينهم وبين الكبار لانه دائما بيكون الفنان عنده مسؤوليه اكبر لما يكون في حدا رح يقيم له العمل تبعه بقى كان الشغل اكثر مسؤوليه اكبر كانت علينا كشباب ومثل ما حكيت الحضور كان مختلف بين جمهور الفنانين الكبار وزائد جمهور صغار بقى كان كثير متنوع وكان غني يعني كان اهم شيء مثل ما ذكرته بالبدايه انه كان في نقد يعني فكره انك تنقد اللوحه وقديش مهم انك انت تطور انه هذا المعرض خلق هاي الفرصه كرمال انه نلتقي بهدلون الاشخاص ونقدر ناخذ منهم نقد بناء لحتى نقدر نتطور اكثر. طيب نوار المشاركه مع اسماء كبيره بالمعرض قديش انتم كشباب بيعطيكم يمكن مسؤوليه ببكره او مسؤوليه بالمعرض القادم شو بدنا نقدم كيف بدنا نشتغل بتكون السويه يمكن اقوى واكبر وجهود يمكن مضاعفه كمان اكثر تماما هلا يعني
هي مثل ما بتقولي المعرض هذا هو كان نقطة فارقة لحتى نقدر نتطور أكثر، لأنه بالنهاية مثل ما قلت أنه هو كان فرصة أنه يكون في نقد مباشر من أكثر من مدرسة، من أكثر من أستاذ، من أكثر من حدا قدراني يقدر يعرف وين يوجه الانتقاد تبعه، وهذا بيصير بنقدر نستفيد من هي النصائح اللي أخذناها مشان نطور أكثر لقدام، أنه يا أما نمشي على الموضوع نفسه اللي إحنا ماشيين عليه، يا أما نقدر نغير أو نفوت في تفاصيل تانية بناء على النصائح اللي أخذناها، زائد نصائح الحضور اللي كان موجود. نعم. نوار، بنرجع شوي للوحاتك، شو المواضيع اللي قدمتها في هاي اللوحات؟ كيف كان النقد اللي أنت شفته؟ للأسف كانت لوحة واحدة. نعم. ما لحقت أعمل 15 يوم عم تقلمني اللي طلعت لوحة. كانت لوحة واحدة، هلا شوي رجعت أنا للفينيقيين باللوحة تبعي، كانت وأخذت موضوع الإله بعل اللي هو كان إله الخير عند الفينيقيين، وجسدته بكل حالاته، وكان واستوحيت الألوان من أحد الأساطير اللي هي إله، اللي هو إله، بما أنه إله الخير كان في أحد الأساطير بتقوله هو كان يضرب بالصوت الغيم، فهي الحالة اللي كان يضرب فيها بالصوت نحن كان يصير في حالة مثل ماس كهرباء مشان يصير خلق حالة الرعد وينزل المطر. بهي اللحظة بالذات أنا استوحيت ألوان اللوحة اللي كانت معروضة ضمن المعرض، وكان مستخدم عدة مواد مختلفة من أكريليك لألوان حجرية لمائي، وكان مستخدم كولاج عاكس كان موجود على نصف وجهه لتحوير الإله بعل عشان يعكس بين واقعنا وبين الحضارة اللي هي حضارة الفينيقية. طيب نوار، خلينا نحكي شو خطتكم المستقبلية، شو المعارض القادمة؟ يمكن نحن ببداية عام 2017 عام كامل في نشاطات وتحضيرات عم تقوموا فيها حاليا. تمام. هلا كانت هي بالمعرض كان فرصه لحتى نقدر نقيم مسارنا ب 2017. هلا على الصعيد الشخصي انا رح اشتغل اكثر على الشخوص الفينيقيه بشكل اكثر، وقدر اعكسها يعني باللوحات ما يتناسب مع الواقع الموجود حاليا، وهن كانوا الشخوص يعني بالحضاره تبعنا كانوا تسمو بالقوه وبالحكمه، وحتى كانوا بيشبهوا الحاله اللي هلا عم نمر فيها يعني كسوريين، يعني بيشبهوا هي القوه والصمود تبع السوريين الموجود. نعم. نوار، بختام حديثنا انا حابه انك تتوجه بكلمه لكل الفنانين سواء من جيلك او سواء من الاساتذه الكبار يلي اسمهم بقيان موجود، والفنانين ايضا يلي خارج الوطن. ضلوا عم يسمعوا فن اي اهم شيء، وان شاء الله نضل يعني عم نقدر نخلق مواضيع جديده لتخلق عن جد مثل ما حكيت البدايه ذائقه بصريه مهمه بتليق بالسوريين وبسوريا بشكل عام. شكرا كثير لك نوار، وشكرا دائما لكل فنان قادر انه بلمسه يعطينا ناحيه جماليه، يمكن نطلع شوي من هذا الواقع او نرجع مثل ما قلت شوي لورا ونعيش تفاصيل حلوه. بدي اتشكرك كثير نوار واتمنى لك كل التوفيق. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه، وشكرا للاخباريه السوريه اللي عم تضوي على الانشطه الثقافيه بهالشكل الحلو. الفنان الشاب نوار اسمندر اليوم سلطنا الضوء على معرض لقاء جيلين، ان شاء الله كاميرا الاخباريه السوريه مستمره معكم بجميع النشاطات والفعاليات اللي عم تقوموا فيها. شكرا كثير لك. اما هلا مشاهدينا صار وقت ننتقل بجوله على اخر الاخبار الثقافيه لليوم، والبدايه من دمشق، فقد استضاف المركز الثقافي العربي في ابو رماني المعرض التشكيلي توشيحات انثويه الذي اقامه تجمع فناني فلسطين بمشاركه عدد من الفنانات التشكيليات، وضم المعرض نحو 40 لوحه تشكيليه بمختلف القياسات والاحجام، تنوعت في مواضيعها ومدارسها وتقنيات اضافيه الى بورتريهات لوجوه انثويه مختلفه حملت في مضامينها الفرح والحزن والقلق والامل بالمستقبل. القائمون على المعرض اشاروا الى ان الهدف من المعرض تشجيع الفنانات التشكيليات الموهوبات وابراز الاسلوب الخاص لهن في تنفيذ اعمال الفنيه واظهار الجمهور واظهارها للجمهور، ليكون المعرض بمثابه خطوه اولى في حياتهم الفنيه. نور، بنبقى
بعالم الفن وهالمرة من العراق، حيث يعمل فنان شاب بأدوات بسيطة في استديو مؤقت وبسيط بمدينة أربيل لإبداع مجسمات من الصلصال لآثار آشورية قديمة دمرتها المجموعات الإرهابية. مزيد من التفاصيل مع زميلتنا نور. من رحم الألم يولد الإبداع والفن، وهذا ما يثبته العالم العربي يوما بعد يوم. فرغم الحروب التي تتعرض لها أغلبية البلدان العربية، إلا أن الإبداع لم يتوقف يوما. وحكاية الشاب نينوس ثابت من مئات الحكاية التي تسجل في ذاكرة التاريخ خير شاهد على ذلك. فهو شاب عراقي يعمل بأدوات بسيطة ومواد أولية في استديو صغير وبسيط بمدينة أربيل لإبداع مجسمات من الصلصال لآثار أشورية قديمة دمرت. أكيد يعني من تشوف آثار بلدك تتدمر خلال دقائق وهي حضارة عمرها آلاف السنين، فأكيد تتألم، وخاصة الشخصيات المهتمة بالآثار والفنون بشكل عام، فكانت صراحة يعني نكسة للآثار والتراث أنه تدمر من قبل أشخاص إرهابيين ولا دين لهم. ثابت طالب يدرس الفنون في جامعة الموصل ويبلغ من العمر 18 عاما، يبدع مجسمات مصغرة لتماثيل دمرها تنظيم داعش الإرهابي عندما اجتاحها قبل عامين ونصف. مدينة نمرود وآثارها الآشورية القديمة جنوبية الموصل، والتي يرجع تاريخها لنحو 3000 عام. يعني من شفت تدمير الآثار ويعني والهدم، فصار عندي حافز أن أسوي هاي المجسمات ولو بشكل بسيط، لكن كي نوصل رسالة للعالم إنه إحنا شعب نريد أن نبني الحضارة وأن نطور من أنفسنا يعني في هذا المجال، مجال النحت البارز أو المجسم. الشاب ثابت الذي فر من بلدة قرقوش مع أسرته إلى إربيل عندما استولى تنظيم داعش الإرهابي عليها، أبدع حتى الآن ما يزيد عن 50 تمثالا ومنحوتا، وعرضت بعض أعماله في معارض ومتاحف عديدة ليثبت العالم العربي رغم كل الظروف للعالم إنه شعب يبني الحضارة من جديد. فرح، خلينا ننتقل لخبرنا الأخير لليوم. يحتفل عشاق فرقة البيتلز البريطانية بعيدهم 17 من شهر كانون الثاني، فقد كانت الفرقة قد قدمت أول حفل لها في مثل هذا اليوم في نادي ذا كافرين بعام 1957. يذكر أن الفرقة تشكلت بقوامها النهائي عام 1962 وظلت حتى توقفها في عام 1970، وقد كان جون لينون فيها مغنيا وشاعرا وعازف جيتار وبيانو، وبول مغنيا وشاعرا وعازف جيتار أيضا، بينما كان جورج هاريسون عازفا رئيسيا على الجيتار ومغنيا، وكان رينجو ستار مغنيا وطبالا في الفرقة. وبحسب الأحصائيات لا تزال تؤثر موسيقى وأداء هذه الفرقة على المستمعين بعد مرور 55 عام على إصدار أول أسطوانة لها. You know I love you, I'll always be true, so please love me do, oh love me do. Bye.
لنهاية جولتنا الثقافية مع هاي الأخبار المنوعة من دمشق والعراق، وهلا أكيد بنروح لفاصل وبنرجع لنكمل باقي فقرات صباحنا غير. خبرنا الأخير، عفواً، محطتنا التالية فرح من الأدب والكتابة يلي رح نسلط فيها الضوء على مؤسسة تعتبر من روافد الحياة الثقافية في سوريا التي لم تتوقف الحياة فيها بل تابعت دورة الثقافي رغم كل ظروف الحرب. أكيد نور، عم نحكي عن هيئة العامة السورية للكتاب وأبرز أنشطتها لعام 2017، أكيد مع الدكتور ثائر زين الدين اللي حيكون ضيفنا لليوم ومنور صباحنا. صباح الخير لك دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يسعد صباحك. نحن ببداية العام 2017، خلينا نحكي عن يمكن النشاطات الحافلة للهيئة العامة السورية للكتاب مع بداية العام. في نشاطات، في روزنامة رح تقوموا فيها؟ طبعا في عديد من الأنشطة ومن الفعاليات التي يعني وضعناها ضمن خطتنا لهذا العام، أهمها مثلا أننا سنصدر إن شاء الله حوالي 150 كتابا ورقيا في مدرياتنا المختلفة و150 كتابا إلكترونيا، وهذه مسألة يعني عدنا إليها من جديد. هناك هذا النشر الإلكتروني مهم جدا لأنه يعني القارئ في العالم كله يستطيع أن يدخل إلى موقعنا وأن يقرأ هذه الكتب. طبعا هذه الكتب ستكون في مجالات متعددة، في التأليف بأشكاله المختلفة، الأدب طبعا، الرواية، مجموعة قصصية، مجموعة شعرية، في النقد الأدبي، أيضا في البحث الفكري، البحث السياسي، هذا جانب. هناك الجانب الآخر الترجمة، وقد يعني أطلقنا بإشراف السيد وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد مشروعا ضخما، مشروعا وطنيا للترجمة، وبدأنا في الحقيقة نعمل عليه وقمنا بتكليف عديد من السادة المترجمين المتميزين في المشهد الثقافي السوري بترجمة كتب بعينها عن لغات مختلفة. هذه أيضا إن شاء الله ستبدأ بالصدور، وهي عملية متابعة طبعا لجهود زملائنا من قبلنا، يعني هذا ليس اكتشافا جديدا. في أيضا مجال منشورات الطفل وكتب الأطفال، سنصدر أيضا إن شاء الله عديد من الكتب المهمة. هناك سلاسل مختلفة تصدر للأطفال وللفتيان أيضا، نأخذ بعين الاعتبار يعني هذه المرحلة العمرية، نعم، مرحلة الفتوة. طبعا بالإضافة لمتابعة إصداراتنا لمجلاتنا الغنية والكثيرة المعروفة، وعلى رأسها مثلا في مجال الأطفال أسامة، نعم، يعني ذائعة الصيت لكان، نعم، يعني حتى جيلنا كنا يعني نحتفي بكل عدد جديد، نعم، يصدر منها. شامة أيضا وهي مجلة لطيفة وجميلة جدا للأطفال، بالإضافة كما قلت للسلاسل الجميلة الحلوة كسلسلة طفولة مثلا، حيث يقرأ الطفل يعني قصة ما، نصا ما، ثم يرسم هذا النص إلى جوار القصة. يعني هناك عديد إذن من الإبداعات. طبعا هذا العام أيضا سيشهد إعادة إصدار مجلة جسور ثقافية، وهي طبعا مجلة من يعني من أهم المجلات العربية. هذه المجلة أصدرتها الهيئة العامة السورية للكتاب فيما مضى، وتوقف إصدارها عام 2009 في العدد السادس، لكن الآن أيضا وبدعم من السيد وزير الثقافة مشكورا أطلقناها من جديد، وسيصدر العدد السادس يعني بعد بضعة أيام. هذه مجلة تعنى بالترجمة حصرا، تضم ترجمات إبداعية مختلفة، لكنها أيضا تضم دراسات في تقنيات الترجمة، في نظرية الترجمة، في فكر الترجمة، وهي جسور وما الشابه ثقافية. نعم، ومن اسمها يعني تبدو الغاية المرجوة منها، مسألة خلق جسور ما بين ثقافات مختلفة، حضارات مختلفة، وطبعا على رأسها الحضارة العربية العريقة التي نرجو لها أن تعود إن شاء الله إلى ازدهارها يوما ما. نعم دكتور، اليوم عم نحكي عن سنوات من الحرب، يعني تفضلت وحكيت عن مجلة أسامة يلي نور مثل ما قلنا انه نحن فعلا ربينا عليها ومنوعة دائما كيف كان شكلها وكيف كان ألوانها مواضيعها الى اخره، لكن اليوم يمكن في احتياجات اخرى، في مواضيع ثانيه يمكن هي الى الاولويه والاساس لحتى تتطور وتناسب كل شيء عم بيصير معنا وتشكل يمكن وعي عند الاطفال او حتى الفتيان او اي مرحله عمريه. اليوم الى اي درجه عم بتراعوا هذا الموضوع، خاصه انه الاحتياجات اختلفت والمسؤوليه زادت اليوم؟
طبعا بالتأكيد يعني الحالة الحرب التي يعني تعيشها سوريا منذ 6 سنوات تقريبا وتشن عليها تركت ظلال يعني قاتمة ومقيتة على يعني عملنا في الأدب وفي الثقافة وفي المعرفة وفي مجلات الأطفال بالتأكيد. لكن مع ذلك يعني هناك غايات تربوية يجب أن تطرح في كتب الأطفال وفي مجلات الأطفال. يعني الطفل يجب أن نبعث في نفسه الفرح، المحبة، الخير، قبول الآخر، قبول زميله صاحب مثلا وجهة النظر المختلفة عن وجهة نظره، الإصرار على قيم جميلة في تراثنا القديم، في تراثنا العربي، في تراث المنطقة، في تراث السوري العريق، إطلاقها من جديد بطريقة فنية جميلة ومبسطة. يعني نحن يجب ألا نثقل كاهل الطفل بهمومنا نحن الكبار. يفترض دائما أن نراعي المرحلة العمرية التي نتوجه إليها. وفي الحقيقة كتابنا الذين يكتبون لأسامة والذين يرسمون طبعا يجب أن كبيرا لأنه ظروف صعبة. يعني أنا آسف إذا تحدثت في الجانب المالي، نحن لا نقدم لهم تقريبا إلا شيئا بسيطا ومع ذلك يعملون ويرسمون ويقدمون. طبعا وبهذه المناسبة يعني يجب أن نعزي القارئ والطفل الذي اعتاد مثلا أن يرى رسوم مثلا الفنان الكبير ممتاز البحرة. نعم. الذي توفي يعني. نعم. قبل البارحة. وطبعاً تم تكريمه كمان طبعاً العام طبعاً الماضي تماما. لا ومن فترة قريبة أيضا كرمته مجلة أسامة التي رسم لها كثيرا وقد رسم أيضا لوزارة التربية كثير من كتب القراءة. نحن أطفال نتذكرها على رسوم الفنان. إذن هذا فنان خسرناه. لدينا أجيال جديدة من الفنانين الذين يعني يرسمون الآن لمجلاتنا المختلفة. طيب دكتور خلينا نحكي في ظل ظروف الأزمة اللي عم نعيشها، الهيئة العامة السورية للكتاب متوجهة لكافة الأعمار وعم تحكي أرقام منا قليلة، يعني أرقام نعم. كبيرة رح يتم نعم. إصدارها هذا العام. قديش في عليكم مسؤولية اليوم؟ مثل ما قالت فرح يمكن ظروفنا اليوم مختلفة، انتقاء يمكن الأفكار، انتقاء المواضيع، اختيارها. قديش فيها مسؤولية لأنه نحن جيل حاليا عم يربى ضمن ظروف استثنائية عم تعيشها البلد. نعم بالتأكيد. يعني كما تفضلتي السنة الماضية أصدرت الهيئة حوالي 250 كتابا. يعني نحن نضع خطة تقديرية متوسطة لكن قد نتجاوز هذه الخطة طبعا على ألا يمس ذلك نوعية الكتاب كما يعني أشرتي. نحن نراعي أن نصدر كتبا قيمة وكتب يعني سويتها عالية من الجانب الفكري تماما، من الجوانب الفكرية المختلفة ومن الجوانب الفنية حتى الإخراجية. شكل الكتاب يجب أن يكون جميلا والآن نعمل على مثل هذا الأمر. ولدينا مطبعة يعني هي تعتبر أكبر وأهم مطبعة في سوريا، هي مطبعة وزارة الثقافة التي بصراحة يعني تطبع عشرات الأعمال، يعني ليس فقط كتبا، بطاقات، بروشورات مختلفة وما شابه ذلك. لكن فعلا الأهم مراعاة يعني نوعية الأعمال، سويتها، توجهها لمختلف الشرائح، حتى المفردات. بالتأكيد. يعني العمل مثلا عندما تقدم مجموعة قصصية يجب أن تكون يعني جميلة ومهمة في بابها، في لغتها، في جوانبها الفنية. أو عندما مثلا نطبع مجموعة شعرية بالتأكيد يجب أن يكون شعرا جيدا ومهما وجميلا، هذه بالدرجة الأولى. في المجالات الفكرية أيضا هناك معايير تنطلق منها الهيئة في تبني الكتاب، لما خاطب الفتيان يعني غير لما خاطب الأطفال. تماما. لما خاطب لدينا من يحكم الأعمال. يعني نحن لا نطبع العمل بهذه البساطة. يقدم الكتاب أو نكلف مثلا بوضع كتاب ما، لكن فيما بعد يقرأه قارئ أول متخصص. نعم. فإذا وافق عليه فهناك قارئ آخر، إذا اتفق الاثنان دفع بالكتاب إلى المطبعة، إذا اختلف الاثنان هناك قارئ مرجح طبعا بالإضافة إلى رأي المدير المختص، بالإضافة إلى رأيي أنا مثلا كمدير عام للهيئة. كل هذه الآراء المختلفة التي تقوم وتقيم العمل من جوانبه كافة تؤدي في النتيجة إما إلى كما قلت دفع الكتاب إلى النور أو إلى الاعتذار عن طباعته. يعني دكتور لما عم تحكي حضرتك عن هدول المجلات سواء للأطفال أو الفتيان عم نرجع شوي ونحس بحنين كيف كان الكتاب يمكن يتصدر دائما الجلسة، وكل طفل يمكن أول ما بتسأله يمكن شو موهبتك هي القراءة. اليوم بتشوف هذا الشيء ما زال مستمر أو يمكن الكتاب خلينا نقول ضعف شوي حقه مقابل الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه للأسف عم نشوف في اليوم حتى الأطفال في عندهم هوس بهذا الشيء. صحيح. للأسف هناك شيء من التراجع يعني يعانيه الكتاب المطبوع، تعانيه المجلة.
أنا مثلا ألاحظ ذلك أحيانا من ابني وهو مثلا في الصف الرابع. نعم. لكن هنا يأتي أيضا دور الأهل في توجيه الطفل يعني إلى الكتاب الورقي. من تجربتك دكتور كيف ممكن ترجع شوي من تجربتك مع أطفالك؟ نعم أنا يعني هنا الأم تلعب دورا كبيرا في ذلك، الأب يلعب دور مهم، الأهل في البيت بالتأكيد. لكن مع ذلك أنا أريد أن أقول لك يعني هناك لنقل جمالية معينة في الكتاب الورقي وفي المجلة تبقى قادرة على شد الطفل. هنا تلعب المسألة الإخراجية وجمال المنتج دورا كبيرا. يعني أنا عندما يكون لدي فن مجموعة من الفنانين المتخصصين الذين يعني يعرفون ماذا يستهوي الطفل، كيف نشد بالألوان التي نضعها في غلاف المجلة، بشكل الرسوم، بأناقة الرسم، حتى عندها يمكن للطفل أن يترك الموبايل جانبا. وللأسف الآن بين أيدي الأطفال هذه الأجهزة انتشرت مع أنها مؤذية صحيا، مؤذية، وهذه مسائل نعرفها ويحذر منها الأطباء. لكن إذن يمكن للطفل أن يضع هذا الجهاز ويتجه باتجاه المجلة. هناك أشكال كثيرة يعني يجب أن نشتغل عليها بصراحة. ويمكن هذا اللي اشتغلت عليه الهيئة العامة السورية للكتاب من خلال إصدار كتب إلكترونية، يعني 150 كتاب هذا إلكتروني هذا نعم. العام لاستقطاب أكبر عدد يمكن من الشباب والأطفال والفئات العمرية المختلفة. تمام. بالتأكيد هذا كلام صحيح. نعم دكتور، نرجع شوي لحركة التأليف والترجمة. خلينا نحكي عن 2016 كيف كان، كيف قيمتوه؟ يعني دائما كل سنة جديدة نحن بنرجع شو اشتغلنا بالسنة القديمة بأي هيئة بأي مؤسسة وبأي عمل، بنشوف 2017 شو ممكن نحن نتجاوز من هي العقبات ونصلح من أخطاء ونمشي خطوة لقدام. نعم طبعا هناك خطوة جميلة جدا، وأنا أنتظر خلال أيام إن شاء الله يعني توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء مشكورا على رفع تعريفة الكلمة، وهذا مشروع اشتغل عليه السيد وزير الثقافة وقمنا بوضع مخطط له. إن شاء الله هذه مسألة يعني نصبح يعني مثل ما يقول مثل عيننا مفتوحة لما بندعي كاتب أو مترجم مثلا ليقدم لنا عملا، لأنه للأسف التعويضات كانت قليلة جدا. لكن مع ذلك هذا جانب طبعا، مع ذلك في العام الماضي طبعت الهيئة العامة للكتاب ما لا يقل عن 257 كتابا في وجوه المعرفة المختلفة. الآن في هذا العام الجانب المالي سيحكمنا، يعني رفع الكلفة المالية ستجعل مسألة تخفيض عدد المطبوعات مسألة جوهرية، لكن بالمقابل أيضا سيتم أيضا النهوض بمستوى كتبنا. يعني أنا لا أخفي على أحد، وهي ليست يعني قد تكون مرت بعض الكتب التي لم نرضى عنها مثلا من كتب الهيئة في بعض الجوانب. الآن ستحاول هي العمل على أن يكون الكتاب نوعياً بكل معنى الكلمة. هذا شيء كثير مهم دكتور، لأنه هي الظاهرة عم تشتح العالم العربي مو فقط في سوريا. يعني أي حدا بنشوفه صار فجأة مؤلف أو نعم. كاتب. نعم هذه مشكلة، هذه بصراحة مشكلة كثير كبيرة. نحن لسنا ضد الطابع التشجيعي، لدينا مثلاً سلسلة جميلة اسمها إبداعات شاب. قليل أنا استقبلت كتاباً من المطبعة، رواية لي يعني شابة بعمر لنقل في بداية مرحلة شباب، رواية جميلة. هذا جانب التشجيع، لكن علينا ألا نسمح بمرور كتب رديئة. صحيح. هذه مسألة محسومة إن شاء الله، وعليكم أنتم كإعلاميين أن تراقبونا في هذا المجال إن شاء الله. نعم. يعطيكم ألف عافية دكتورنا، نتشكر جهودكم دائما ونتشكر هي الحركة الثقافية اللي دائما باستمرار. نتمنى عام 2017 دائما يكون عام خير بكل المجالات الفنية الثقافية وغيرها. شكرا كثير إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا. دكتور ثائر زين الدين مدير الهيئة العامة السورية للكتاب، شكرا كثير لكم، نتمنى لكم التوفيق بكل الجهود اللي عم تقوموا فيها خلال العام القادم. ألف شكر. ألف شكر، وفقكم الله. شكرا. شكرا دكتور. من أنشطة الهيئة العامة السورية للكتاب التي توثق أنشطتها الثقافية بخير جليس إلى إنسان مبدع، احتضنت الكتب المدرسية ومجلات الأطفال ملامح من إبداعه الفني الفنان ممتاز البحرة اللي غدر عالمنا أمس الأول. خلونا نتابع أكيد محطات من حياته بتقرير زميلتنا ماتيلدا كربوش. شخصياته رافقت أجيالا من السوريين بقصصها، رسوماته تربى عليها أطفال سوريا والوطن العربي ليشكل بألوانه وأفكاره
ذاكرة طفولية ناصعة، ويوجد شخصيات اشترك برفقتها أجيال عبر الزمن. الفنان التشكيلي ممتاز البحر غادر عالمنا بعد عزلة اختيارية في دار السعادة للمسنين عن عمر ناهزت 79 عاماً بعد نصف قرن من مسيرة فنية غنية. ممتاز البحر من مواليد 5 أيلول من عام 1938، درس في مصر ثم أكمل دراسته في كلية الفنون الجميلة في سوريا. هو الصديق غير المعلن لكل طفل سوري ولأطفال عرب أيضاً. كان له بصمته المميزة في أدب الأطفال وبشكل خاص بالكتب المدرسية لتلاميذ سوريا طوال المرحلة الابتدائية عبر شخصيتي باسم ورباب على نحو خاص بخطوطه الواضحة وألوانه المبهجة. البحر من المؤسسين لمجلة أسامة التي تربى عليها الكبير والصغير، عدا مساهمته الهامة في المسلسلات المصورة أشهرها الكوميكس الذي اشتهر عربياً. عمل البحر مدرساً للفنون الجميلة لمدة 23 عاماً، عمل رساماً للكاريكاتير في الصحف اليومية والمجلات، كما عمل البحر بالصحافة كرسام كاريكاتير ورسوم المجلات، من أهمها نذكر جريدة الثورة، جريدة تشرين، جريدة الصرخة السورية، جريدة الرأي العام، جريدة صدى الشام، ومجلة الجندي، وصحيفة الطليعي. ممتاز البحر غادر عالمنا جسداً في 16 من كانون الثاني لعام 2017 بدمشق، إلا أن ذكراه حاضرة بإبداعاته التي شكلت ذاكرة وتاريخا حفر بمخيلة أجيال عديدة عبر التاريخ. أكيد فرح أن نترحم على روح الفنان الكبير ممتاز البحر اللي كلنا يمكن ربينا على فنه وعلى صوره اللي كانت جزء من طفولة كل واحد فينا. أكيد نور، ألف رحمة على روحه وأيضا على أرواح أغلب الفنانين اللي غادرونا سواء بعام 2016 أو حتى بعام 2017، ولكن دائما في استمرارية، في عطاء، في جيل جديد قادر يعطي ويقدم. أكيد فرح. خلينا هلأ ننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم، عن موضوع بهم كتير من الناس، لغة الجسد اللي بتعتبر من أهم الحركات التي تصدر عن الناس من خلال توظيفهم لكل من أيديهم وأرجلهم أو تعبيرات الوجه المختلفة أو نبرات أصوات أو حركات الرأس والأكتاف، بحيث تساعد هذه الحركات المختلفة والمتنوعة الأشخاص الذين يتواصلون مع هذا الشخص على فهم المراد منهم بالشكل الأمثل والطريقة الأفضل. لنتعرف أكثر على لغة الجسد وتفسير بعض الحركات. بصيرنا نرحب معنا بالاستديو الدكتوره غاليه البغدادي، خبيره في علم الطاقه. يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا صباح وسهلا. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يعني من لما ما قرينا الموضوع لغه الجسد، انا ونور بلشنا نسالك اسئله تحت الهواء. اليوم خبرينا شو اهميه لغه الجسد. تمام. هلا اهميه لغه الجسد هي بتكشف عطول الاشخاص، يعني وهي اعتبروها تقريبا هي اكثر شيء بيكشف، يعني اكثر حتى من الكلام. يعني هي تقريبا بدك تقولي 50% حركات الجسد، 35 تقريبا نبره الصوت، وعندنا 7% هي الكلام، يعني لتصدقي الشخص. هلا هي بتكشف على طول من حركات الجسد، من طريقه الصوت، من ملامح الوجه، بتكشف هالشخص اذا كان هو صادق او غير صادق او بشغلات تانية. يعني وقديش فعلا يمكن لغه الجسد دكتوره غاليه تلعب دور في تعزيز الثقه بالنفس عند الشخص؟ يعني نحن دائما نشوف اشخاص مثلا يمكن بيتحركوا منيح، عندهم تعبير من خلال لغه الجسد، يعني مو بس العيون. يعني في اشخاص نحن بنحكي معهم بتلاقي ايديهم بيتحركوا ووشهم بيتحرك، كل جسمهم يمكن بيتحرك معنا. تمام. هلا كل حركه بتدل على شيء معين، يعني الشخص اللي بضل على طول بيتحرك او شيء، بس نحن في شغله هون بدنا نفصل. يعني في اشخاص مثلا بيكونوا بحاله مرضيه معينه، هدول اكيد ما فينا مثلا نحكي عن لغه الجسد تبعهم، او مثلا اشخاص بيكونوا بحاله مثلا لا سمح الله من الالم او موت او شيء، بيكون عم يتصرفوا تصرفات، هون اكيد ما فينا نقرا لغه الجسد تبعهم، لان بيكونوا بالفعل عم بيطلعوا كل شيء عندهم. انا امتى فيني اكشف الشخص؟ لما اكون انا قاعده عم بحكي معه اي حديث او اي موضوع
موضوع مهم أو مثلا فايتة على مقابلة لعمل، أعرف الشخص إذا هو حيرضى حوافق يوافق علي أو لا، أو حتى من مجرد ما يدخل أي شخص لعندك من السلام أنت فيك تكشفي شو نيته، يعني إن كان هو حابب أو مو حابب، أو حتى بتكوني قاعدة أحيانا بمطعم بتصيري بس تدرسي لغة الجسد، تكوني قاعدة بمطعم بتصيري بتطلعي على الأشخاص، بتصيري بتعرفي كل واحد شو عم بفكر، أو هي ليش هيك تحركت، أو هو ليش هيك عمل. يعني بتعطيكي قراءة للشخص بدون ما حتى تحكي معه. أنا كتير حبيت أن نقدر نكشف الأشخاص بدون ما يحكوا من حركاتهم، وهي يمكن بدها ذكاء مميز عند الشخص لحتى يقدر يتعلم هذا الشيء. غالية بنرجع شوي لمقابلة العمل يلي هي شغلة يمكن مهمة وتتخوف كتير الناس منها بالبداية، كيف بنقدر نحن نقرأ صح لغة الجسد لأي مدير أو أي شخص نحن أقدم على وظيفة معينة؟ تمام. هلأ في شغلة فيني أنا أقرأ وفيني الشخص كيف يقراني، يعني فيني أنا كيف فوت لعند الشخص، الشخص هو يتقبلني ويلاقي يقول بالفعل عنده شيء جدا مميز. نعم. أو هذا الشخص بالفعل بيجذب لازم يكون بهذا الشيء. هلأ أول شغلة من السلام، هلأ من المصافحة أنت فيكي تعرفي نية كل شخص أو هو كيف نظر لك. يعني المصافحة العادية اللي هي هيك الإيد ثابتة هي وبتكون الإيد فايتة كلها لجوا، هي إنه هو يعني محترمك كتير، هو كتير عاطيك قيمة، مبسوط بالشي اللي يعني مبسوط بحضورك، بيسلم عليك. في أشخاص بتحسي بيعطوك السلام بيكون طرف الأصابع، هي إنه هو ما مهتم أبدا بالموضوع، أو بنقول له السلام البارد، إنه هو مو مهتم أبدا، ما عطاك أي قيمة. في أشخاص اللي بيكونوا دارسين لغة جسد أحيانا بيتقصدوا يعملوا شيء معين. هلأ أنا أي حركة بقوم فيها بجسدي بعطي عقل بعطي فكرة للعقل الباطن أنه أنا شو بدي، يعني أنا فيني وصل عن طريق السلام فكرة لعقلك الباطن خوفك مني، وهي بطريقة السلام بس. فهي مثلا أنا بسلم عليكي وبفتل إيدي، بخلي إيدي فوق إيدك، معناتها أنا عطيت من السلام، أنا عطيت أمر لعقلك الباطن أني أنا مسيطرة عليكي. يعني غالية كتير من التفاصيل وكتير من الأسئلة رح نتابعها مع حضرتك، لكن صار الوقت لحتى ننتقل إلى موجز الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلنا بهاء. يسعد صباحك فرح، ويسعد صباح ضيوفك باستوديو صباح نغير. موجز لأهم وآخر الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. أوقع الطيران الحربي خسائر كبيرة في صفوف إرهابي داعش في غارات مكثفة بمنطقة المقابر ومحيط المطار في دير الزور، وسقط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابي تنظيم داعش خلال غارات مكثفة لسلاح الجو العربي السوري على محاور تحركهم وتجمعاتهم في منطقة الثردة ومحيطي الفوج 137 والمطار، ذلك بينما أكد محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة أن المحافظة مستمرة في تقديم كل الخدمات لأهالي المدينة. استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له. وأكد الرئيس روحاني خلال استقباله المهندس عماد خميس استمرار بلاده في دعمها لسوريا في مختلف المجالات حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها. من جانبه أكد المهندس خميس على إعطاء دفع جديد للعلاقات السورية الإيرانية المتميزة، وقال إن العلاقات السورية الإيرانية متميزة منذ عشرات السنين، والمطلوب منا الآن أن نعطيها دفعا جديدا بتقديم المحفزات للقطاع الخاص في كلا البلدين. أكد القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسوريا لدى الأمم المتحدة منذر في جلسة لمجلس الأمن بمناسبة مرور 50 عاما لاحتلال الكيان الإسرائيلي على الأراضي العربية، أكد أن سوريا كانت وما زالت ثابتة على مواقفها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على كامل الأراضي. إن الجمهورية العربية السورية كانت وما تزال ثابتة على موقفها المبدأ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مع ضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار رقم 194 لعام 1948. وإن الحرب التي تتعرض لها سوريا هي في جزء كبير منها
بسبب عدم رضوخها للضغوط الكثيرة الرامية إلى إجبارها على التخلي عن دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن مسألة تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا سيشكل صلب محادثات أستانا بين أطراف الأزمة في سوريا. وقال تشوركين في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن إشراك القوى المؤثرة في الوضع على الأرض في العملية التفاوضية يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية، وسيكون هذا الموضوع في صدارة المناقشات، مشيرا إلى احتمال أن يشمل الاجتماع بحث عدد من المسائل المهمة الأخرى مثل الإجراءات الخاصة بتعزيز الثقة وتحسين إمكانيات إيصال المساعدات الإنسانية. في خبرنا الأخير، اعترف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قبل أيام من رحيله ورحيل إدارته بعدم وجود بديل عن الحل السياسي للأزمة في سوريا، وبأن العمليات العسكرية الروسية ضد الإرهاب فيها حققت تغيرا بديناميكية الأزمة. وقال كيري أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية إن ديناميكية الأزمة في سوريا تغيرت بعد أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية فيها ضد الإرهاب، معربا عن أمله بأن تنتهي هذه الأزمة في وقت قريب، كاشفا أنه على ثقة بأن أمر إنهاء الأزمة في سوريا يمكن أن يتحقق. نهاية الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا لك زميلنا بهاء خير ويسعد صباحك. وهلا اكيد مكملين مع زميله او مع غاليه لحتى نحكي اكثر عن موضوع لغه الجسد وعن الحركات، يمكن هي الاساسيه يلي اي شخص حابب يتعلم هذا العلم شو هي ممكن تكون. هلا اكيد مثل ما كنا عم نحكي قبل الفاصل انه المصافحه يعني المصافحه هي كثير مهمه. اول شيء بتكشف لك الشخص. هلا شوفي، الشخص قد ما حاول يلعب معك بالكلام او يكذب او يتحايل او يعمل انه هو شخصيه، يعني شو ما كان عم يحاول يعمل، على طول جسده بيكشفه لانه عقله الباطن بيكون عارفان. هلا نحن اكيد اجسادنا بتفهم شو نحن، فعقلك الباطن بيعطيكي اشاره انه لا انت مالك هيك، فبتصيري انت بتعملي حركه بتنكشفي انه انت مالك. فبشان هيك هي كتير مهمة، ومثل ما قلت لك 50% هي من الحقيقة، يعني هي لغة الجسد. فمثل ما قلت لك نعم نحكي على مصافحة، انه في ناس يلي هيك روس الأصابع بيكون مالهم عاملين اهتمام، في أشخاص بيكونوا بقى فهمانين على بعض، مثلا أنا دارسة لغة جسد، أنت دارسة لغة جسد، بقى بدنا نفوت كيف بيكون بقى اللقاء، بيكون عم شوف بعض الصور على الشاشة للمصافحة. تماما، بيكون مثلا مثل روس، يعني بيكونوا فايتين. فمثل ما قلت لك انا اذا اجيت سلمت عليكي قلبت لك ايدك هيك، معناتها عم ورجيكي اني انا اقوى منك، انا مسيطر عليكي. فانت بما انه دارسه لغه جسد انت فهمتي شو انا قصدي، فانت بترجعي بتفتلي لي ايدي وبتعدلي لي اياها، اذا صار هيك قصه مثلا مع حدا بتفتلي لي ايدي وبترجعي بتسلمي عادي اني انا بلغه الجسد وبدون ما تحكي انه لا تلعبي معي انا فهماني عليكي. تمام. بيمجي بقى انا بقى بدي اعمل شيء اقوى، انه هي عرفت بقى لغه الجسد انا بقى شو بدي اعمل، فبصير هي تمشي انا بجي بقى بطبطب لها على ظهرها انه شو ما عملتي انا اقوى منك. هدول كلها حركات بتجي بلغه الجسد وبدون ما تحكي بتوصلي الفكره اللي بدك اياها للشخص، بتصير الشخص قدامك بيتوتر. هلا عندك اشخاص مثلا بيكون قاعد عم بيسرد قصه او شيء، فبتلاقيه انه عم بيحكي عم بيطلع لفوق انه هلا اذا كذا، هذا عارفيه فورا عم يخترع الكذبه، يعني فورا خطرت بباله الكذبه وعم بيخترعها. او اذا كنت انت عم بتواجهيه بموضوع معين او بكذبه موضوع معين هو بده يكذب عليك، فبصير بفورا بحط ايده ناح انفه بيقولك لا مو معقول هيك، هيك ما بيصير، مجرد ما عمل هيك هو معناته عم يكذب، عرف انك انت كاشفتي. يعني نحن مو بالضروره على طول ناخذ شو عم بيحكي، نحن بدنا نتابع شو عم بيحكي مع حركات الجسد لان هي اللي بتكشفه. بس في ناس مثلا من خلال لغه الجسد لما تحكيهم كثير مثلا بيحكوا راسهم او كثير بيحركوا ايديهم من خلال الحديث. تمام. هلا هذا بيكون عنده اول شيء عدم ثقه يلي كتير بيحمل حركات وكذا وهيك وهيك، بيكون عنده عدم ثقة بالكلام اللي عم يحكي، فبصير بده يحرك إيده حتى يعبر عن شيء تاني. في أشخاص بتكوني عم بتحاكم ببلشوا يعملوا أو يفرك هيك بإيده أو يطقطق أصابيعه أو هيك، هذا بيكون أنت لبكتي
حطيتيه بخانه ما عتعرف يتصرف، او ببلش اذا في زر ببلش يلعب فيه، او حاطط خاتم ببلش يلعب بالخاتم، يعني بيعمل اي شيء بورجيك اني انا تلبكت ما عتعرفت شو بدي اتصرف معك. هلا انت لما بدك تقنعي اي شخص او بدك توصلي له وجهه نظر معينه تورجيه اني انا كثير واثقه من نفسي، مثلا مثل ما كنتي عم تحكي قبل شوي انه الشغل بده يفوت الشخص يقعد بكل ثقه، بده يكون بوشه مقابل للشخص اللي هو عم بيحاكي عم بيطلع حتى بعينه، لان نظره العين بتختلف. هلا انا لما عم طلع هيك بعينك انا كثير عم وصل لك الفكره الصح. انا بس تنزل مثلا هيك على دقنك انا بصير عم فكر بغير قصه، انه انا صرت عم تابع، بس ينزل يصير مثلا بتحسي الشخص عم بيطلع بقى على يعني على الصدر، هون فتنا بقى بقصه ثانيه، صرنا بقصه انه مثل كان عم كيف بيقولوها مثلا عم يطبق الشخص او شيء، عرفتي؟ بس ينزل نظر على مستوى صدره وانت عم تحكي. فالنظر حتى كثير بيلعب دور. المفروض انك تعدي بطريقه صح، ما تتحركي كثير لما بدك توجهي توصلي له اي فكره، تعملي هيك بايديك لان هي حركه الاقناع انه انا عندي هدف معين وحنوصل له وهيك قصه. ما بيصير تقولي للشخص مثلا انت تعملي له هيك بايدك انه انت شو رايك او شيء، مثلا اذا عم توجهي لاي شخص فكره انه انت شو رايك، هي حركه كثير سيئه وكانك هي حركه اتهام. فانت ما بصير تقولي له انت، تقولي له حضرتك، تعملي له هيك بالايد، حضرتك شو فكرتك او حضرتك شو هي الطريقه، هي طريقه بتعمل يعني انا مجرد ما عملتها هي بتتضايق، يعني هي ما بتعرف ليش بس حست انه مثل كانه اصبع اتهام إلها او شيء، بتنزعج بس ما بتعرف ليش، مع اني انا بكون عم بحكيها بطريقه حلوه. اما لما بعمل لها هيك حضرتك هي كثير بتكون مبسوطه، في احترام اكثر. تمام، في احترام اكثر. في حركه ثانيه مثلا انا هلا عم بتناقش انا وياكي، انت مثلا بتجي بتقولي لي فهمتي شو عم بحكي، انا بقول لك ايه فهمانتك تمام، انا معناتها ما فهمت ولا شيء من اللي حكيتي. تمام، او مثلا هلا انا عم بشرح لك الموضوع فاجيتي انت مثلا قلتي لي ايه تمام منيح فهمت خلاص، مثل ما معناتها انت حديثي كله ما عجبك، في نوع من الملل من تمام يعني مل من الحديث وما عجبه صار بده هذا. عندنا شيء ثاني هي اتجاه الارجل، اتجاه الارجل كثير مهم. يعني لما بفوت لعندك ضيف بس تحسي اتجه ناحك وبلش يقدم وعم بيحكي معك وكذا، عرفي هو كتير مبسوط بالقعدة ومبسوط لحديثك، حتى بس يقدم هيك مثلا يعمل هاي الحركة هيك هو كتير مبسوط لحديثك، مبسوط للطريقة، حابب ياخد منك أكتر. أما بس تلاقي كتير رجع لورا وزحط شوي عن الكرسي، نزل شوي وعطى رجليه اتجاه الباب يعني اتجاه الخروج، معناتها هو مالل وبس بده يطلع. فأنتي فوراً لازم تغيري طريقة الحديث، تعملي له شيء معين للضيف أو لصديقتك أو لأشي، حتى ترجعي تشوفي حركة جسدها إنه انبسطت أو تسلت، بتغيري طريقة الحديث يعني. نعم. قديه بتشوفي إنه يمكن لغة الجسد إذا أي شخص خلينا نقول عادي ما عنده إلمام بهذا الموضوع قادر إنه يتعلمها ويطبقها بشكل صحيح يمكن بفترة قصيرة لحتى يقدر يتعامل مع الأشخاص والمواقف المختلفة؟ أكيد هلأ هي فترة أكيد الشخص إذا ركز عليها هي الشغلة كتير مهمة، يعني حتى أكتر الناس اللي عم يدرسوها إن كان فنانين أو كذا، لأنه كتير عم يعني كتير عم بتساعدهم بقصص معينة. فترتها هي كتير لغة الجسد تدريبا، نحن الكورسات بنعطيها كتير يعني شغلة تقريبا شهر ونص لشهرين، الشخص بيكون دارسة تماما وأكيد مع تدريبات ومع قصص معينة وبيخضع لكتير امتحانات حتى نشوفه هل هو تمام أو لا، يعني هي كتير مهمة. طب قديش بتأثر بحياتنا لما يكون أنا فهمان لغة الجسد صح، قديش بتأثر بحياتي اليومية بحياتي بشكل عام الاجتماعية؟ هلا اكيد بتاثر علي، بتاثر تاثير كثير ايجابي علينا. يعني انت مثلا لما بيكون شخص قاعده مثلا قدامه هو عم بيقول لك انا كثير بحبك وانا كثير معجب فيكي، بس حركه جسد تبعه عم تعطيكي اشاره انه هو مو هيك، فانت هذا الشخص انت كشفتيه، اكيد نحن ما بنعمل مشكله معه او بنقول له انت مو هيك انا دارسه وانت حركتك كذا، لا بس انت بتكون ضل ساكتي. تمام، بتكشفي الشخص بكل هدوء وبتكوني ساكته وفيكي تفرضي سيطرتك على الشخص مثل ما حكيت من السلام او من طريقه اقناعك بالحكي انك انت عم تحكي تكوني ثابته. هدول شغلات كثير مهمه، ما نشوبل كثير ايدينا، ما نفرك ايدينا، يعني هدول كلهم بيعطوكي عدم ثقه انك انت ما عندك ثقه بالشيء اللي عم تحكي. هذا بيكون لك حضورك انت وين ما بتفوتي، بيكون لك لمستك بتفوتي وين ما فتي، بيكون عندك نوع من القوة والشخص نوعا ما يلي قدامك هو مكشوف، فهذا الشيء كتير بيريحك بالحياة. نعم. غالية نصائح أخيرة
بتحبي تقدميها لكل الناس اللي عم بتشوفنا اليوم للتحكم بحركات الجسد؟ هلا انا بتمنى كل الناس عن جد تتعلم لغه الجسد، لان هي يمكن لغه العصر وشغله كثير مهمه. بس برجع بقول لك، مو انا اذا درست لغه جسد صرت كاشفه الشخص اللي قدامي انا فورا اعمل مشكله، او انا اني بدي اكون حكيمه نفسي. يعني انا فهمان الشخص اللي قدامي، اكيد بساير بطريقه معينه وبحاول انسحب كمان بطريقه معينه، بس مو انه لغه الجسد انه هي لحتى واجه الاشخاص او حتى اعمل مشاكل معهم، يعني اكيد لا. لا، يمكن لزيادة الثقة بالنفس ولكيفية التعامل بحياتي اليومية. أكيد أكيد. الدكتورة غالية البغدادي خبيرة في علم الطاقة، شكرا لوجودك معنا، وشكرا دائما للطاقة الإيجابية والمعلومات القيمة حبيب. اللي بتمنحينا إياها، شكرا كثير لك. شكرا لك غالية. مشاهدينا، لهون بتكون محطات برنامجنا لليوم وصلت لنهايتها. محطات ومواضيع وضيوف جداد بنلاقيكم فيها بكرة بتمام الساعة 9 بتوقيت الياسمين. أي مواضيع أو اقتراحات جديدة فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. كل التحية لكم والرحمة دائما وأبدا لشهدائنا في الجيش العربي السوري. نهاركم سعيد. نهارك سعيد نور. أكيد نهارك سعيد فرح. صباحنا غير لليوم خلص، لكن باقي برامجنا مكملة معكم على هوا الإخبارية السورية. تحيتنا الأولى والأخيرة دائما لحماة الديار ورجال الحق، رجال الجيش العربي السوري. بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء.